فإذا أنت ترى أحدهم وهو عقبة بن نافع على أطراف غابة القيروان ينادي يخاطب السباع والهوام ويقول: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا لننشر دين الله في الأرض، فأخلي لنا المكان. فتخرج السباع والهوام، تخرج حاملة أولادها على ظهورها لتخلي المكان لجند الله كرامة من الله، أطاعوا الله فطوع الله لهم كل شيء ليبني مدينة القيروان في تلك الغابة، لا ليرتن إليها ويجلس فيها ويتنعم بها، بل ينطلق بعد ذلك فاتحا في الأرض حتى يقف بقوائم فرسه في أطراف المحيط الأطرسي ليقول كلمته الخالدة، وقوائم فرسه قد ابتلت بمياه المحيط الأطرسي، يقول: والله لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا وأقواما لخضته في سبيل الله لأنشر دين الله. وإذا بقتيبة في الجانب الآخر في شرق الكرة الأرضية، ذاك في غربها وهذا في شرقها، يفتح المدن والقلوب حتى يقف على أطراف مملكة الصين ويقسم بالله ليطعن بأقدام فرسه تلك المملكة، ويسمع ملكها فيهلع ويخاف ويجزع ويعلم أن هؤلاء إذا قالوا فعلوا، فيرسل صحافا من ذهب مملوءة بتربة أرض الصين ليبر قسم قتيبة وتطأ خيل قتيبة تلك التربة، وتكون الصحاف مقدمة الجزية، وأربعة من أبنائه يوضع عليهم وسام المسلمين. فيا لله مهلا حماة الضيم، إن لليلنا فجرا سيطوي الضيم في أطماره. وإذا بكم بعد فترة تتخيلون وتقرؤون خليفة المسلمين يخاطب السحابة وهو على كرسيه ويقول: أمطري أنا شئت فسوف يأتيني خراجك. صارت الكرة الأرضية كلها ما بين مسلم حقا وكافر يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. للهدى كانوا أدلاء، وللعدل وللمعروف كانوا خلفاء، لو دعاهم صارخ لانتفضوا من بطون الأرض يرمون السماء. تركوا المنزل معمورا لنا، ثم جئنا فتركناه خلاء، ضربوا العز لنا أخبية فنقضناها خباء فخباء. ومع هذا يا أمتي، يا أمتي إن طال ليلك عابسا فترقبي بسمات فجر في الظلام جديد، ما نام جفن الحق عنك وإنما هي هدأة الرئبال قبل نفاره، لعلها هدأة الأسد قبل نفاره. صدقوا ما عاهدوا، صدقوا في التجرد إلى الله، في التجرد لله وطلب الأجر العظيم من الله، وأنعم به من تطلع لا يعدله شيء من تكريم الدنيا. صح أن أعرابيا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر من الغنيمة وكان غائبا، فلما حضر أعطوه ما قسم له، فجاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك